تعد ظاهرة التحرش والمضايقات مجرد حوادث فردية، بل مشكلة تؤثر بشكل كبير في راحة النساء وأمانهن في المجتمع، حيث كانت مجموعة من السيدات تعاني هذه الانتهاكات أثناء تسوقهن. ما هي القصة؟ بدأت القصة عندما تلقى مركز شرطة المدينة عدداً من الشكاوى من مجموعة من السيدات أفدن بتعرضهن للتحرش أثناء تسوقهن للخضروات، ما أثار فيهن الشعور بالقلق والخوف. واستجابة لذلك أصدر مركز الشرطة تعليماته ببدء التحقيقات، فتوجه فريق التحريات إلى الفندق البلدي بالمدينة لجمع معلومات واستجواب السيدات اللواتي تعرضن لهذه المواقف من أجل حمايتهن ومعرفة المتحرش وملاحقته قانونياً. وبعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق والقيام بتحليل التسجيلات، تمكن المحققون من تحديد هوية المتحرش والقبض عليه ليعترف بما نسب إليه، وهو ما أثار شعوراً بالارتياح بين السيدات التي تعرضن للمضايقات، لتتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.